أنا عند هذه اللحظة تجمدت أجندة عمري كله. أنا لحد النهاردة مش عارفة أقلب الأجندة على 15/8. مكان كان لوقت قريب بينبض بالحياة والوهلة، ريحة الموت فيه في كل ركن. كلها إصابات قاتلة، رصاصات متفجرة في القلب وفي الرأس وفي البطن. أنت بتنقذ حياة إنسان ومسدس طالع لرأسك وبيديك الاختيار، حياتك قدام حياة إنسان تاني. المستشفى الميداني في رابعة كان من الأصح أن يطلق عليه المشرحة الميدانية، مجمع الجثث. بتشوف مراحل الموت، بتشوفه من واحد مصاب أو جريح لغاية لما تبدأ العين تطفي منها روح الحياة. طلع المسدس في قلب كل واحد من الثلاثة. كانوا مجرحة. كانوا جرحى على الجزيرة الوثائقية.